نعم، تحية مجددة لك وتحية لجميع المشاهدين. دعاء، أنا موجودة حاليا في معرض آيدكس الدولي، وتحديدا في الجناح السعودي الخاص بالهيئة العامة للصناعات العسكرية. كما نشاهد الجناح هذا العام يمتاز ب يعني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يعني مشاهد مليئة بالألوان وصورة إيجابية مشرقة جدا تعكس رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت التركيز على الصناعات العسكرية الوطنية. يسعدني الآن استضافة الأستاذ محمد القرني، وهو رئيس الأسلحة والذخيرة في شركة درع الحياة السعودية وعضو في مجلس إدارتها أيضا. أسعد الله أوقاتكم. أسعد الله أوقاتكم جميعا، يا أهلا وسهلا بكم. لو تحدثنا بداية عن الأسلحة والذخيرة اللي تمتازون في تصنيعها في المملكة. نعم، طبعا الأسلحة الآن أصبح عندنا تغطية بشكل كبير لأكثر الكاليبرز الموجودة بحاجة لي، العيارات أكثر العيارات اللي المشهورة يعني أصبحت تصنع محليا بالمملكة العربية السعودية. الأسلحة أيضا نقلة كبيرة جدا بجهود الهيئة العامة للصناعات ودعمهم للتوطين والصناعة السعودية، خطينا خطوات جبارة في هالمجال. وإحنا في درع الحياة يعني كمثال حي موجود أمامكم، عندنا كثير من الأسلحة اللي أصبحت الآن يعني في طور بعضها التجميع وبعضها التصنيع المحلي. عندنا أسلحة من أشهر الأسلحة في العالم، أسلحة بعضها تستخدمها 90 دولة في العالم. أصبحنا قاطعك بس ثواني، احنا يعني حرام نراويهم، ما شاء الله مساحة مميزة، معدات جميلة جدا، فخر الصناعة السعودية. تحدثنا هنا وتشرح لنا عن هذه الأسلحة. تمام، طبعا عندنا هنا شركة كول أو سلاح كولت. طبعا البندقية هذه تعتبر أشهر وأفضل بندقية في العالم، بندقية هجومية في العالم اللي يستخدمها الجيش الأمريكي 90 دولة، بسبب اعتماديتها ريلايبلتي، الدقة العالية فيها، الأكيورسي، الإرغونوميك. فاحنا من فضل الله في درع الحياة طبعا أصبحنا عندنا خطة تصنيع كاملة لهالمنتجات بكامل العيارات، من عيار ال 556 5.56 في 45 إلى عيار 762 by 39 إلى عيار 762 by 51 إلى 9 مليمتر اس ام جي 300 بلاك اوت. كل العيارات هذه أصبحت موجودة عندنا ونوفرها بالرايفلز الموجودة عندنا، وإن شاء الله هي الآن بأيدي قواتنا، بتكون قريب إن شاء الله في أيدي قواتنا، وبتكون إن شاء الله مصدرة حتى لدول الخليج وللدول العربية، ميد إن سعودي أرابيا بإذن الله. بإذن الله شيء إيجابي ومشرف. أيضا بالأمس ما شاء الله كان عندكم يوم التأسيس، فرصة نبارك لكل المشاهدين وأخواننا في المملكة العربية السعودية. لو تحدثنا عن أبرز الإنجازات أو الصفقات أو الشخصيات والوفود العامة اللي مرت لكم من خلال دورة هذا العام من آيدكس. الحقيقة هالعام يعني كل عام يفاجأنا المعرض بأنه أفضل من النسخة اللي قبلها، والنسخة هذه كانت أميز من السابقة. جانا كثير من الشخصيات والمسؤولين واللي تشرفنا يعني بزيارتهم، واطلعوا وكانوا يعني فخورين جدا باللي شافوه عندنا في شركة درع الحياة، خصوصا أن تقريبا أغلب المنتجات لم يكن كلها أصبحت في خطط في طورة التصنيع والتوطين الآن في المملكة العربية السعودية، منهم سعادة السفير، منهم يعني اندلس العدد الضيوف كبير جدا اللي زارنا، ومن الضباط ومن القطاعات الحكومية القطاعات العسكرية. فكان الحمد لله المعرض نسخة هالسنة يعني جبارة جداً.